استئناف اللقاء من جديد برمي التماس اتلعبت من الجهه اليسرى، عادت زياد فرج ينقذ، تفوق على احمد عبد الرسول، واخيرا للتعادل، اخيرا للتعادل، تعادل عادل من تقدم زياد فرج. اذا زياد انهى حاله الخصام والعناد مع مرمى الجونه، وفي هذه المرمى وفي هذا المرمى وفي تلك وفي هذه المره يوم مدافع احمد عبد الرسول ممتاز ممتاز. محمد عبد الناصر بالضغط على لاعب الارتكاز، كرة وصلت إلى زياد يفوت ويمر من أحمد عبد الرسول، ينفرد بمرمى صبحي سليمان، خرج من المرمى أسكنها وتم إيداعها بطريقة ناجحة في شباك فريق الجونة.